بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا إن شاء الله تعالى الكشف الكافي المعدل، زي ما احنا عارفين بدنا نعرف بالضبط بالتفصيل كيف نصنع الملف الصغير. الملف الصغير زي ما انتم شايفين، خلينا نجرب أول إشي الكاشف ونشوف كيف تشغيله على الجهاز بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هو المتحكم الرئيسي للملف الصغير. الآن هو المتحكم الرئيسي لموازاة الملفين الملف الصغير. الآن في حالة الصمت، يعني نستطيع معايرة الجهاز. طبعا انا ربطت ايضا مكثف متغير للتحكم اكثر بالصوت. نجرب الهاتف على هذا الجهاز. طبعا اذا بدنا نخلي الصوت صامت نهائيا، طبعا بنتحكم بالعمق احنا من خلال المكثف، من خلال الملف الصغير. خلينا نجرب شغله ثانيه، خلينا نجرب المتر مثلا. احنا حكينا المتر من حديد، هل انه يستطيع انه برن على المتر؟ ما برن لانه حديد، واحنا حكينا احنا دخلنا خاصية التعديل على هذا الجهاز، لكن أعطيهم كلمة. نجرب برضو شغلة ثانية. ما في صوت. إذا مما يتكون هذا الملف الصغير؟ هذا ما سنشرحه في هذه اللحظات إن شاء الله. الآن برضو بنجرب الزرادية على أساس إنه يعتبرها معدن مغاير للحديد. شايفين الصوت يرتفع؟ الصوت يرتفع بشكل واضح. طيب لو عايرنا الملف على عدم عزل الحديد، الآن هو على خاصية خاصية الحديد، إنه يرن الجهاز على الحديد. المعادن الأخرى الصوت يتغير ينخفض، وإذا ما بدنا صوت بالمرة إذن هو يرن الآن فقط على الحديد. إذن مما يتكون هذا الملف الصغير؟ الآن خلينا نطفي الجهاز وبنشوف الملف الصغير. هذا هو الملف الصغير مربوط مع سلكي الجهاز الموجب والسالب. بنفكه وبنشوف من جوا من إيش مكون.
طبعا انا ربطته يدوي وما ثبتت لاني بحتاج افك الجهاز بشكل مستمر من اجل الفيديوهات من اجل التطوير. الان هذا الملف الصغير بنشوف شو في من الداخل. من الداخل لو فتحناه هو عبارة عن لاصق، لاصق اصبع لاصق في قطعة افرايت من الداخل، قطعة افرايت من الداخل، هذه هي قطعتين من الفرايت، قطعتين من الفرايت، وهاي تكون اصلا مع الاصبع اللاصق، يكون فيها اصبع اللاصق، ومن ثم قطعتين فرايت بنركب فيها حتى يكون نستطيع معايرته، وبالتالي ايش؟ بالتالي يكون جاهز معنا هذا الجهاز. طبعا منين نجيب قطعة الفرايت هاي؟ قطعة الفرايت هاي قطعة الفرايت موجودة بمعظم في دوائر الكترونية كثيرة خاصة لمبات توفير الطاقة المعطلة. هاي هي قطعة الفرايت، هذه هي قطعة الفرايت، نفكها بشكل بسيط ونركبها بالملف الصغير داخل الملف الصغير لتكون داخل الملف الصغير. الآن خلينا نستمر تفكيك الملف الصغير. الملف الصغير حكينا قطعتين فرايت، وحكينا هذه القطعة أصلا بالأصبع اللاصق، وحوالي معنا حوالي 60 لفة من السلك، 60 لفة من السلك. الآن هذا هو السلك ملفوف، لو أزحنا اللاصق، لو أزحنا اللاصق بنشوف السلك ملفوف هو بحدود ال 100 لفة تقريبا. نحن بالعادة نلف 60 لفة ثم نبدأ نتحرك قليلا قليلا، نلف قليلا قليلا حتى يكتمل اللف. الآن أنا بدي أحاول إني أفرجيكم الملف كاملا، الملف كاملا من الداخل. هذا هو الملف كاملا من الداخل ملفوف زي ما انتم شايفين، وشغلناه قدامكم. هذا هو، هذا هو الملف فقط لا غير. والان الملف من الداخل فاضي، ما في اي شيء نتحكم فيه عن طريق القطعه الاصليه اللي تاتي مع ملف اللاصق، ونحط فيها بدل اللاصق قطعتين فرايت نلصقهم، ومن ثم نرجعهم على الملف فنتحكم بالملف الصغير بهذه الطريقة. انظروا كيف يتم التحكم، يتحرك داخل السلك الملفوف. السلك الملفوف لدينا بحدود 100 لفة، طبعا ممكن اقل بعشر لفات، ممكن اكثر بعشر لفات زي ما انتم شايفين. هذا هو السلك الملفوف، يعني فتحناه امامكم الان. هذا هو اللاصق كاملا، اصبع لاصق وعليه سلك ملفوف. هذا هو الملف الصغير، نفرجيكم اياه من الداخل مرة ثانية. هذا هو، هذا هو. هيك اعتقد تكون فكرة الملف الصغير واضحة امامكم بشكل كبير جدا ان شاء الله تعالى. وهذا زي ما حكينا المكثف ممكن نستغني عنه، لكن هو لدقة المعايرة يكون افضل. نربطه، يتم ربطه بين السلك السالب والموجب للملف الصغير او الكبير، لا يهم. هو عبارة عن مولف راديو، مولف راديو عادي صغير استخرجناه وبدأنا نتحكم فيه. هذه هي 3 كيلو ليتم عزل الحديد بالجهاز، نربطها بين السلكين الموجب، بين سلكي الملف الموجبة. خلينا نفرجيكم أكثر، خلينا نفرجيكم أكثر. الآن هذول هاي السلك، هنا سلكين الموجب، هنا سلكين الموجب،
مربوط عليه على الملف الكبير احدهما سلكين الموجب، يتم ربط المقاومة اللي هي 3 كيلو او 2 كيلو اذا ما وجدنا 3 كيلو بين سلكين الموجب، ومن ثم يتجه الملف الكبير هنا والملف الصغير هنا وهنا. ان شاء الله هيك الامور واضحة عن هذا الجهاز الغني عن التعريف. واي استفسارات ضعوها لنا في الوصف، وفي وصف او عفوا اي استفسارات ضعوها لنا في التعليقات، وان شاء الله نخدمكم بفيديوهات كمان توضيحية لهذا الجهاز، وما بنقصر معكم ان شاء الله تعالى. وراجين منكم انه تستمروا بتشجيعنا وتشجيع القناة لهاي الفيديوهات بالاشتراك معنا والاعجاب وتفعيل الجرس عشان بيوصلكم كل جديد كل فيديو نعمله. خاصة احنا ناويين ان شاء الله تعالى بنعمل اكثر من جهاز في الفترة القادمة، وان شاء الله تعالى انه يعجبكم، خاص من هاي الاجهزة الجهاز القراصنة الروسي سواء المعدل ام العادي راح يكون موجود معكم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.